بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. التحية الطيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق الزقازيق بتاريخ 30/5/2022، خارج السوق بالصلاة على النبي. يا جماعة بينزلوا البقرة دي يا جماعة بالصلاة على النبي ورجلها اتكسرت. انتوا بتنزلوها يا حاج دلوقتي حاليا ورجلها اتكسرت؟ اه انت عايزين تربحوها؟ بنصورها بس عشان الناس تعرف ايه الخسارة اللي الفلاح بيتعرض لها وبينزل البقرة، وتبقى التنزيله غلط برضه يعمل حاجه. المفروض برضه عشان بس هو نزلها غلط، تبقى انت تطلع على تبه، تطلع على حته عاليه النصيب برضه نصبها كده. يا رجلها هنا المكسور ده لقدام دي. طب انتوا هتبعوها طبعا للجزار وكده؟ اه انت عاوزها عاوزين الحاجه دي تبقى كده حاطط الوكاز وقلبها كده. اه كل كده انت وانا بنزلها من العربيه كده بتقف بس مش بتقدر تسند عليها. لا بتقف عليها بس مش بتقدر تسند على الراجل دي. يا سنها يا حاج مفيش كسر في اللي ورا ولا حاجه تانية؟ لا لا مش فيها يا ابو حمار حاجه. بتقف على الثلاثه الوقت وبتقف لراحته. وراح فين؟ راح فين؟ ها؟ راح فين؟ محمد ايه؟ اه هو تبعت البقره اللي كانت يا والده؟ لا لا سكتكم. اه بس وقف هتنوقف وهتحمل تمام هتقفوا بس بعد كده هتنام. لا 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 من ورا. لا من قدام مكسوره من قدام مش بنقول نتكلم من جديد. ربنا يعوض عليك. طول بالك يا عمال طول بالك يا عمال. يلا يلا بس احمد ابو راشد هات لنا كيس احمد كده اول نحطه فوق ده. تعالى يا رمضان تعالى. خد احمد بكامل يا عم. ما فيهاش كده وخلاص. كان فيها غير ديت مش فيها على كسر اللي قدام. لا انا اهوت ونقلبها بس عشان اشوف رجلها. مش فيها حاجه من ورا. كانت واقفه الوقت كانت واقفه قدام السواقين كلهم والراجل بتاع الباب اهو. كانت واقفه قدام عدى ثلاث رجول اسلام. ده هي كانت واقفه في وسط السكه احنا اللي جبناها هنا عشان العربيات كانت ممكن تكون وهي بص كده يا عم محمد. انا مش فاهم ورا تاني. لا لا ايه يا عم احنا قلنا لك رجل هالمسار. خساره رهيبه بتعرض لها الفلاح. لا اله الا الله. يا عم كامل عجل عجل راح له سنه يا حماية. قول له عجل. قول له عجل. قول له عجل. قول يا محمد. نعم كلام قريب كده 13 13000 الوكيل الله زادت عليك ماشي. لو هجت هتيجي يقول لك 7000 8000 ما انا هروح اقطعها واروح يا عم ملع. يعني انت قطع حالك. احنا عارفين ما احنا ذبحين الجمعات دي نيجي نقطع حالكم بحالك. يا عم احنا الدنيا كلها كام؟ الكلام فيها ب 13000 جنيه. خساره رهيبه والله بتعرض لها الفلاح. والله كانت واقفه بالحج يا ابو محمد. هوقفها لك والله لو وقفها. والله كانت واقفه بالحج. والله كيف كانت واقفه؟ اه اه مغيره مغيره مغيره. والده كم مره دي؟ والده كم مره؟ اربع مرات؟ هي لسه بتقفل. ها يا ورده هي 19 بس بس اللي حمر اربعه. ايه بس اللي حمر بدك تقف بس اللي حمر. اه يلا ورسه من حياها تطلع. طب لما طلع والله العظيم يشتغل فيها والله والله من السبت 18000 ل 200. ما انت تقول اللي تقوله بقى. 18000 شويه برضه. 13000 شويه في بره زي ما انا عارف لازم يخسر لازم يدفعها. قال لي حاجه 10000 جنيه هي نزلت من العربيه مكسوره. ما هو نازله غلط. نازله الغلط خلاص. وانت بتحط لك كيس ليه بقى؟ عشان تقوم. يلا 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 يلا
والله 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 ربنا يعوض عليك. كم شو تذبح بالحاج؟ اه. طب توكل على الله بقى الله بقى ما تزعله. يا عم كام؟ حطها بنص. ماشي ماشي. ايوه باقي الحلقه الثالثه تذبح حلال 15000. على الله برضه عايزين نلم بتاع الناس. والله بحاله 15000 رجليه بس انا مش كنت اعمل ايه مكسوره لما قومت. يعني والله عم كامل اشتغل ب 15 وما يعرف اللي هي مكسوره 15000 يا جماعه. كلمه ب 15000 7 ليه و 300 من غير صرف ب 200 انسى بس كلمه برضه احمد ربنا الحمد لله. والله يا ابني ما لم والله ده انت كل جايين على ربنا الله شنو كده شنو كده كده قطعت الكيس وبتنفس يا عم كيلو خلينا نجيب الشرطه ب 15 يا عم 15 والله يلا بقى قومك يلا قوم يلا يا 200 كيلو يا اولاد والله 200 كيلو الوكيل الله 200 كيلو والله لحمه يا عم استنى عتبه يا اولاد استنى يا عم ده بقى لك 60 سنه يا بابا ماشي لا خويتش تاخد حته قدر مني يجيد عليها ده الله كل يومها في السبت العملات الله وكيل ب 600 جنيه ما بتنفع بس النصيب بقى هو النصيب بقى ربنا غايب كده يا عم الحمد لله مكسوره منين؟ الولد من صلاح تم بياخدها من الكارع من رجلها من تحت من الحاج صلاح ابو جود بياخدها انا ما رضيتش والله طب هي لو سليمه هتتباع بكام كده؟ لو سليمه 30000 المية اتباعت ب 23000 و عشان مكسور عشان مكسور ربنا يعوض على صاحبها والله الله الله انت بس بص انت تجارته الطيب الله يعوض عليك رقم تليفونك كام؟ 012 17 18 35 70 0 12 7 0 10 0 12 0 12 10 10 55 4 55 4 66 3 66 3 منين يا معلم؟ بيعوه للزنكلوب من زلكنول شرقية اه ربنا يعوض عليك يا طيب ربنا يعوض عليك يا طيب الصلاة على النبي اللهم صل على النبي في انتظار العربية يا جماعة بالصلاة على النبي عشان تيجي تحمل الجاموسة الموريجا مكسورة ربنا يعوض على صاحبنا بالصلاة على النبي شو بعت العربية دي